السلام عليكم. تقول المرويات الثورية إن الأرواح التي لها علاقة بالحرية لا تموت وتظل حاضرة وخالدة في وجدان الذين يسيرون على الخطى ذاتها يتلمسون أثر الذين كانوا أصدقاء للقيم والأهداف العليا التي لها علاقة بالإصغاء لصوت الوطن كلما نادى إني حزين. ينطبق الامر تماما على ثنائي الكفاح الجمهوري علي عبد المغني وعبد الرب الشدادي بين مرحلتين وثورتين ضمن متواليه الكفاح الجمهوري في سبيل ان يعيش اليمنيون كمواطنين لا ساده او رعايا للذهنيه السلاليه قبل ثوره سبتمبر او للذهنيه العائليه قبل ثوره فبراير. في المكان الجمهوري ذاته، وفي الزمن الجمهوري ذاته، وفي الايام الاولى من شهر اكتوبر ذاتها. ربما لا يفصل بين استشهاد عبد المغني والشدادي سوى ساعات في سروه التي شهدت معارك الصراع الجمهوري في مرحلتين ولا تزال تربتها تشهد على ساقيه الحريه التي يقدمها الاحرار في هذا البلد المعذب. في ذكرى وفاه عبد المغني والشدادي تبرز الى الواجهه معضله المشروع الوطني في اليمن. في مسألة تخليق رمزيات محدودة تغيب وتغيب معها أحلام الجماهير عندما يذهب الأبطال فداء للمشروع الوطني ويصعد الانتهازيون إلى السلطة ليعبثوا بأحلام الثوار في حق الشعب في التحرر والازدهار مشاهدينا الكرام المساء اليمني يحيي ذكرى القائدين علي عبد المغني وعبد الرب الشدادي التي تزامنت بشكل عجيب في السابع والثامن من اكتوبر ويحاول البحث عن الحلقات المفقوده لكي لا تتعثر الجمهوريه من جديد. نذهب بدايه لمشاهده هذا التقرير ثم نعود بعده للنقاش. بين صرواح والكفاح الجمهوري وعلي عبد المغني وعبد الرب الشدادي قصه كفاح يمني بذات الزمان الجمهوري وذات المكون الجمهوري ايضا مع الفارق بين مرحلتين لذات الاهداف وذات الصراع الجمهوري الامامي. في الثامن من اكتوبر لعام 1962 لفظ القائد علي عبد المغني انفاسه شهيدا في سبيل القضيه اليمنيه والاهداف العليا وفي السابع من اكتوبر لعام 2017 لفظ القائد عبد الرب الشدادي انفاسه شهيدا في ذات القضية ذاتها والأهداف العليا ذاتها والمكان ذاته صرواح مأرب تقول المرويات عن علي عبد المغني إنه نشأ في سهول محافظة إب يسمع حكايات أسعد الكامل ويرى مآثره العظيمة الباقية في الدروب المرصوفة والمحفورة في الشواهق العالية والمساق المنحوتة في الجبال الشامخة والمصانع المشيدة بجوار السماء، التي تشهد على عظمة الإنسان اليمني وقدراته وإرادة رجاله وقاداته. القضية اليمنية التي تبلورت في أعماقه أكسبته إحساسا وطنيا ووعيا جمهوريا خالصا ليصبح هذا الشاب أبرز مهندسي ثورة سبتمبر وسائغ الأهداف الستة التي عكست الرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع الجمهوري. ويجب على الأخوة اليمنيين في كل مكان جنود وضباط وصف ومواطن وتجار ومشائخ وأعيان وجميع شرائح المجتمع أن تلتف حول هذه المحافظة. على خطى قائد ثورة سبتمبر عبد المغني، سار القائد الشدادي كحامل لساحة التغيير. أيام ثورة الشباب بصنعاء وكقائد وطني للجيش الجمهوري الذي تبلور لمقاومة الانقلاب والاجتياح الذي انقلب على الثورة والمشروع الجمهوري ومخرجات الحوار الوطني. بحسب متابعين فقد اكتسبت شخصية الشهيد الشدادي معنى وطنيا كبيرا لارتباطها بالوطن والدولة والانتماء والنزاهة والقيم العليا. التي اهدرتها بعض النخب السياسيه والعسكريه وتمسك بها الشهيد وغيره من الاحرار كما كان علي عبد المغني يحمل رؤيه جمهورية للدوله والجيش الجمهوري كان اللواء عبد الرب الشدادي يحمل رؤيه بالغه الاهميه والتاثير للجيش الجمهوري ذاته وهو صاحب العباره الخالده لن يستقر اليمن الا بوجود جيش وطني لا يتبع اي حزب او قبيله او مذهب او فرد او ميليشيات عصبويه ضيقه. اذا مشاهدينا الكرام لمناقشه هذه الحلقه سيكون معنا عبر الاقمار الاصطناعيه العقيد خالد الفرح نائب المتحدث باسم الجيش الوطني من مارب وسينضم معه اخرون عبر الهاتف مساء الخير سياده العقيد. اهلا مساء النور يا مرحبا. أهلا بك سيادة العقيد، وبداية يعني تمر الذكرى الأولى لاستشهاد القائد عبد الرب الشدادي، ما الذي تعني هذه الذكرى بالنسبة للجيش الوطني ولليمنيين عموما؟ مساء الخير أولاً، شكراً على هذه الاستضافة، ونحن في الذكرى الأولى لاستشهاد اللواء الشدادي هذا اللواء الذي استشهد في صرواح نفس المكان والزمان الذي استشهد فيه قائد الجمهوريه الاولى تتعانق اللحظات والاحداث كانها تستعيد تفاصيل المشهد النضالي للجمهوريه ورجالها الاحرار يمضي العظماء وعلى نفس الطريق ويسطرون ذات الملاحم البطوليه لتحقيق تلك الاهداف الساميه، تلك الاهداف العظيمه التي اختطها علي عبد المغني بقلمه بعد قيام الثورة إنها قصة الدم الغالي تمتد من الجمهورية إلى الجمهورية على إشلاء حميرية سبائية الشموخ يمانية العزيمة والإصرار نعم إذن سيدة العقيد يعني حدثنا عن اللحظات التي تلقيت من خلالها نبأ استشهاد اللواء عبد الرب الشدادي كانت لحظات صادمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لجميع الأفراد والضباط والقيادات بل والمواطنين لقد ظل الجميع مصدومين ومذهولين فداحة اللحظة وعظمة المصاب الجلل التي أصيبت به الثورة والجمهورية إنه بطل الجمهورية بحق حينما سقط تأخر النصر وتأخر الحسم لا. إذن ما هي أبرز بصمات الشهيد في تكوين الجيش الوطني؟ أبرز بصمات الشهيد أنه مع عندما سمعنا بأن مطارح مارب أعلنت تمردها أو رفضها للإنقلاب والمتمرد كان الشهيد عبد الرب الشدادي مع الالويه التي تنطوي تحت قيادته، هو اول من اعلن الرفض، وهو الذي مثل المدد لهؤلاء محافظه مارب والجميع القبائل شجعها على الانخراط في ان تبدا المقاومه لهذا المشروع الانقلابي ضد التمرد ضد المتمردين، كان هو من اول من وقف في وجه هذه العصابه التي اغتصبت الدوله واغتصبت الجمهوريه وانتهكت كل الحقوق والمقدسات كان اللواء عبد الرب الشدادي هو اول يمثل حائض الصد الاول للثوره والجمهوريه ولذلك عندما وقف يعني في وجه هذه العصابه لم تسقط محافظه مارب كما سقطت بقيه المحافظات وانما صمدت ومثلت نموذجا في الصمود وفي الثبات وفي الشجاعه وفي الاقدام وفي الحفاظ على الجمهوريه والثوره نعم ولا شك بانها يعني وهي التي احتضنت الشهيد علي عبد المغني، كما انها هي التي ايضا وقف فيها الشهيد الشدادي في نفس المنطقه، وفي نفس ويحمل او يدافع عن نفس الاهداف التي استشهد عليها القائد الشهيد الثائر علي عبد المغني رحمه الله. نعم، يعني يقال بان اللواء الشدادي هو اول من وضع نواه الجيش الوطني، حدثنا عن هذه الفتره. طبعا كان له اليد الطولة في بناء وتاسيس الجيش الوطني مع ايضا اللواء الشد المقدشي ايضا لا ننسى انه من ضمن الذين وضعوا اللبنات الاولى في تاسيس الجيش الوطني فكان هذا الثنائي الشدادي والمقدشي هما اللذان وضعا اللبنات الاولى لتاسيس الجيش الوطني طبعا منذ ان وطئت قدم المقدشي العبر كان هنا تأسيس الجيش الوطني وكان أيضا بدعم ومساندة من اللواء الشدادي فمارب هي الحاضنة وهي المكان الذي تأسس فيه نواة الجيش الوطني الذي يصبح اليوم وبحمد الله يقاتل في كل الجبهات وفي كل المحافظات ولم يبقى وأصبح النصر على مرمى حجر لم يبقى بيننا وبين النصر وبين النصر إلى صنعاء سوى مرمى حجر، النصر على مرمى حجر ان شاء الله. نعم، يقال سياده العقيد بان يعني ان الجيش يتاثر بغياب قائده كما تاثر الجيش سابقا بغياب قائده علي عبد المغني، كيف تاثر الجيش الوطني بهذا الغياب الذي تركه الشدادي؟ طبعا القيادات العظيمه تكون وان كانت اعمارها قصيره لكن اثرها كبير ولذلك الشهيد الشدادي ترك فراغا كبيرا عندما استشهد واختاره الله الى جوار الشهداء والصديقين ترك فراغا وهذا الفراغ لم يملاه احد لان القياده العظيمه دائما ما تترك فراغ وكان لاستشهاده اثر على معنويه المقاتلين فقد ظل الجميع مذهولين ومشدوهين لفداحه الفاجعه بهذا المصاب الجلل. نعم، اذا يعني برايك هل الجيش الجمهوري قادر على استكمال الاهداف التي ضحى من اجلها الشدادي الان ومن قبله علي عبد المغني وغيرهم ايضا من المناضلين؟ اتمنى ذلك طبعا الجيش الوطني الان هو الذين انخرطوا في سلك الجيش الوطني او الذين التحقوا بالخدمه العسكريه في الجيش الوطني هم من غالبيه الشباب المثقفين ولكي لا تتكرر الغلطه الاولى الذي يعني كانت في الجيش الاول الذي بنى الجيش العائلي كما يسموه عندما لم يتربى على الولاء للولاء الوطني الخالص للثوره للجمهوريه للدستور للحزب الذي يفوز بالانتخابات لكنه انشئ على الولاء العائلي والولاء الشخصي فهذا المحاذير لا نريد ان تتكرر في الجيش الوطني وهو من وقد انضوا فيه نخبه من المثقفين اقل واحد في هذا الجيش يحمل شهادة الثانوية وأكثرهم يحمل شهادة الجامعة وفيه دكاترة من يحمل شهادة الدكتوراه ونريد أن يتربى على الولاء للوطن الولاء للقانون الولاء للدستور الولاء للجمهورية لا ولاء للأشخاص ولا للمناطق ولا للجهة إذا أردنا أن نبني جيشا وطنيا كما أشار الشهيد الشدادي لا يكون تابعا للحزب ولا المنطقة ولا الجهة <applause> ولا لنذهب وانما يكون ولاءه للوطن وللدستور وللقانون وللجمهوريه وللثوره نعم يعني هناك من يعول كثيرا على الجيش الوطني وعلى التجربه الفريده التي قدمها في مارب ايضا، هل نستطيع القول بان هذا الجيش تربى على عقيده الاهداف السته التي كتبها ذات يوم علي عبد المغني بيده؟ ان شاء الله نحن يحدون الامل ونأمل كثيرا أن يكون الجيش يمشي أو يمضي على نفس المسار الذي مضى فيه الشهيد الشدادي والشهيد علي عبد المبني الذي اختط تلك الأهداف السامية أهداف الثورة بقلمه وقال كان الهدف الثاني بناء جيش وطني قوي لحماية الثورة وحراسة المكاسب والمنجزات فالجيش الوطني لا شك وهو في بداية التكوين ولم يستكمل مرحلة التأسيس وهو يمشي على نفس الطريق الذي مشى مضى فيها الشهيد الشدادي والشهيد علي عبد المغني الشهيد الثائر الذي اختطى أهداف الثورة بقلمه وفداها وافتداها بروحه وضحى من أجلها بكل ما يملك نعم. والجود بالنفس أسمى غاية الجود صحيح إذا يعني أمام هذه التضحيات سيادة العقيد أود أن أسألك ما الذي قدمته الدولة والمؤسسه العسكريه لذكرى رحيل القائد الشدادي لا شك ان يعني ذكرى استشهاد الشدادي حاضره في اذهان وعقول القيادات العسكريه وكذلك المسؤولين المدنيين بل الشعب برمته يحتفي ليتذكر المسيرة الخالدة لذلك الرجل العظيم لذلك القائد الخالد الذي ضحى بروحه ولم ينزع البذلة العسكرية منذ أن بدعت الحرب إلى أن استشهد أو ارتقى شهيدا في صرواح لم يخلع البدلة العسكرية ولم يضحك قط لأنه كان يتعامل مع القضية بجد وصرامة وكأنه كان يقول لن أبتسم والجمهورية والدولة بيد الإنقلابيين إني لا أستحي أن يراني الله مبتسما والجمهورية والثورة والدولة بيد الإنقلابيين والمتمردين ولذلك لم يضحك ولم يخلع البدلة العسكرية فكان بحق مدرسة في التضحية وفي الفداء وفي الصمود وفي الثبات رحمه الله تعالى لا. ويجب أن وسيكتب التاريخ سيرته بأحرف من نور و ايضا نود لو درست سيره السيره الخالده لهذا الشهيد العظيم تدرس في الكليات والمدارس العسكريه حتى تستفيد منها الاجيال القادمه. نعم اذا سياده العقيد يعني هناك من يتساءل ايضا عن يعني نحن تابعنا كثير من الصور التي اظهرت ما تقوله عليه على اللواء المرحوم الشدادي كيف انه يعني ظهر في كثير من الصور وهو يعني بجراحه لم تقول هذه الجراح عن تأدية واجبها الوطني وقيل أيضا بأنه حين تعجز الميزانية العسكرية كان يستدين لاجل من معارفه وعلاقاته لاجل ان تستمر العمليه العسكريه، هناك من يتساءل يعني بعد مرور عام هل تم يعني على الاقل قضاء الدين الذي كان عليه؟ هناك من يقول بانه لم يعني يلتفت لمثل هذه القضايا التي يعني يفترض ان تكون من اولويات المؤسسه العسكريه التي ينتمي اليها الشدادي. لأ شك أن فخامة الأخ الرئيس والأخ نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن يوليان قضية مديونية الشهيد القائد الشدادي اهتماما كبيرا وعندي علم أنهم يعني قام بسداد ديونه كاملة أو هما في طريق في طريقهما إلى أن يسددا هذه الديون التي عليه لأن الرجل كان يحظى باحترام. القيادة السياسية والتحالف ويحظى باحترام باحترام القيادة المدنية وجميع من من عرفه كان يحب الناس ويحبه الناس جميعا نعم. فلا شك أن القيادة ستولي هذا الموضوع اهتمام نعم يعني بعد وأنا مرور عام ايضا انه قد تم يفترض ده. ذلك نعم بعد مرور عام يفترض انه يعني كنت اتمنى ان تقول انه تم يعني ليس في طريقهما الى ذلك ولكن نامل يعني ان يتم ذلك فعليا على كل شكرا جزيلا لك سياده العقيد خالد الفرح والمتحدث نائب المتحدث باسم الجيش الوطني كنت معنا عبر الاقمار الاصطناعيه من مارب وبطبيعه الحال تقبلوا تعازينا ويعني جميعنا نامل ان يعزينا الله في رحيل الشدادي شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وفي هذه الحلقة التي يعني بطبيعة الحال ربط بينها وبين يعني الوفاة او استشهاد الشدادي واستشهاد كذلك عبد علي عبد المغني، هؤلاء القامتان التي يعني ضحت بحياتهما لاجل الجمهوريه سابقا وحاليا، كتب مثلا اليوم يعني محمد صلاح مثل اليوم السابع من اكتوبر عام 1962، تحرك قائد ثوره السادس والعشرين من سبتمبر الشهيد علي عبد المغني باتجاه مأرب لمواجهه فلول الامامه، واستشهد في اليوم التالي على ثراث رواح اترك كمين نصبه اتباع الامامه وحلفاؤها من اذيال الاستعمار البريطاني، وعلى الدرب الذي اختطه علي عبد المغني، سار البطل السبتمبر اللواء عبد رب الشدادي في ذات المنطقه، وعلى بعد 54 عاما، وبعد 54 عاما، سقط شهيدا، دفاعا عن الجمهوريه، وروحيا مرفرفه بين جوانح اليمنيين. هذا احد النماذج التي ربطت بين الحكايتين، او بين هذا، هذين الشهيدين الذين جمعهم القدر في الزمان نفسه والمكان نفسه ايضا اذا ينضم معنا ايضا لاستكمال هذه الحلقه مشاهدينا الكرام عبر الاقمار الصناعيه ايضا الاستاذ عمار صالح التام الباحث في التاريخ من مأرب مساء الخير استاذ عمار مساء النور لك اختي الكريمه والكل مشاهدين قناه بلقيس الفضائيه وفي هذه الذكرى ذكر استشهاد اللواء عبد الرب الشتادي قائد الجمهورية الثانية أحييكم وأحيي كل المشاهدين وأحيي كل الأحرار في كل في اليمن وفي خارجه وإن على اليمني اليمنيين اليوم على درب عبد الرب الشتادي وعلى درب علي عبد المغني رحمهم الله جميعا وتحية وفاء لكل شهدائنا الذين ناضلوا في تاريخنا الحديث والقديم. نعم. نكن لهم كل احترام وكل تقدير ونحن جيل فبراير الحادي عشر من فبراير ذاكرتنا تحتفظ بمن عايشناهم ومن قرانا عنهم فنحن ننتمي الى امجاد الى تاريخ نحن نعتز بجغرافيتنا وتاريخنا وامجادنا وهذا لسان حال كل الاحرار وكل من يتبع ويحتفي بذكرى استشهاد الواع الشدادي. إذن إذا بداية أستاذ عمار قال أحدهم في وصف رحيل الشدادي لا أفدح من خسارة قائد فذ نزيه وشجاع في بلد يتعرض لأسوأ أشكال الخذلان من قادته. ما الذي تقوله أنت في ذكرى رحيله الأول؟ أنا أختلف مع هذه النظرية تماما. عندما صدق. رجعت بي الذاكرة لأتذكر قائد الثورة وقائد تنظيم الأحرار الضباط الأحرار علي عبد المغني رحمه الله وألواء عبد الرب الشتادي لا ننسى أن علي عبد المغني استشهد بعد عشرة أيام من فجر السادس والعشرين من سبتمبر يعني في يوم الرابع من أكتوبر لا. ومع ذلك انتصرت الثورة هذه القيادات التحويلية في تاريخ الشعوب هي رمزية للإباء الشعب الذي يعتز بتاريخه وامجاده لا يحسن البكاء على الاضلال ان هذه الرمزيات التاريخيه لها اثر ولها حافز نحو نحو النهضه والعزه والكرامه واسترجاع دولتنا المنهوبه ومؤسساتنا المسلوبه فانا حين اتذكر عبد الرب الشتادي عبد الرب الشتادي اليوم هو مدرسه وهناك شتاديون قابضون على الزناد أنظارهم إلى الأمام ويتحيلون الفرصة لأنهم لن يتجاوزوا الواقع بمعطياته لكن في, الحق في الأخير حين تحدق في أعينهم وترى ما بهم ليس هناك أي مجال أو أي مكان لأن يتراجعوا. هذه القيادة التحويلية تورها في التاريخ دائما هي تصبح رمزية تحرك الجماهير وتبعث الحماس في القلوب فكما أن عبد الرب الشدادي استشهد في السابع من أكتوبر 2016 ولا زلنا في المعركة لاسترداد دولتنا وفي طريقنا إلى العبور إلى الجمهورية الثانية كذلك كان علي عبد المغني استشهد في الرابع من أكتوبر بعد عشرة أيام من تفجير ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في عام 1962 مضى الثوار وانتصر الشعب وانتصرت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وسينتصر الشعب اليوم لأن روح عبد الرب الشتادي هي روح أصبحت تمثل كل مقاتل في الجيش الوطني. لا. انا لست مع نظري انا اثق كل الثقه في جيشنا الوطني لانه جيش اتت به الضروره واوجدته الحاجه يحمل لم تاتي به الغرض والمصلحه انه جيش وطن وفكره وعقيده انه جيش سيتقدم الى الامام وسيصنع الامجاد وهو يسطرها اليوم. نعم اذا استاذ عمار يعني علي عبد المغني والشدادي اسطورتي او اسطوره الكفاح الجمهوري بين مرحلتين برايك هذا التقارب التاريخي هل له دلاله وطنيه وقيميه في تاريخ الشهيدين ودورهما الوطني لا شك في ذلك انا لدي بعض المفارقات في حياه الشهيد الشاهدين القائدين العظيمين الذين نستلهم روحهما في هذه المعركة عبد الرب الشتادي يتوفى والده على أثر حروب يستشهد وهو ابن خمس سنوات علي عبد المغني يتوفى والده وهو ابن أربع, أربع سنوات, نعم فعاش مرحلة اليتم آه نعم أربع سنوات ثم كان هناك نبوغ وهناك تميز في دراستهما في حياتهما الاجتماعية رغم أنهما نشأ الفقر واليتم كذلك عبد الرب الشتادي تبرز بطولته في موقف من المواقف في معسكر خالد في القضية الشهيرة قضية تهريب الخمور علي عبد المغني في قضية عندما دخل إلى بيت حسين الكبسي وزير الخارجية آنذاك قبل اندلاع ثورة 48 يدخل وبالمناسبة كان في بيت حسين الكبسي القائد البطل الضابط جمال جميل رحمه الله. نعم. فيصل فيسأله جمال جميل سؤال مداعبه يقول له ما السعاده في الحياه؟ يقول لعلي عبد المغني وهو لا يزال يدرس في مكتب الايتام. عمره 11 عام نعم. قال السعاده في الحياه هي الحريه. ايوه وعمره 11 عاما هي الحريه. فيقول في جمال جميل ان فشلت ثورتنا فإن على يد هذا الشبل سيسحقهم وستنتصر عبد الرب الشتادي يفصل من يعني من من معسكر بعد تلك القضية ويسافر محطة أخرى من محطات النضال التي تجمع بين عبد الرب الشتادي فالذي أشعل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بالباروت والمدافع علي عبد المغني هو زملائه الأحرار الذين كانت خياراتهم خيارات الصفر وبدأوا المعركة بالمعركة الصفر كذلك عبد الرب الشتادي ذكرنا في 2015 لم يكن هناك احتفال رسمي حين أشعل الشعلة بين عبد الرب الشتادي أنهم خرجوا من الرحم العسكرية أحرار أنا أتوقع أن يخرج من هذه المدرسة ممن لا زالوا تحت سيطرة الإنقلاب وأن يخرج علي عبد المغني وأن يخرج عبد الرب الشتادي ممن يثأرون للجمهورية ممن يثأرون لكرامة اليمنيين وعزتهم نعم. آه يعني رابط اخر بين عبد الرب الشدادي تفضل نعم. تفضلي تفضل استكمل حتى لا اقطع الفكره. آه عبد الرب الشدادي كانت مواجهته اليوم مع الامامه في ثوبها الجديد. وبالامس كانت قضيه علي عبد المغني مع الامامه في ثوبها البالي وهي ثوب مهترئ في اليوم وفي الامس وثوب قديم. ومصيره إلى الزوال. سينتصر الشعب. وما نحلم به اليوم سنعيشه غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا. ما بين عبد الرّب الشتادي أكتوبر الثورة. رابط الوحدة. شهر أكتوبر هو صن لسبتمبر. سبتمبر الذي يذكرنا فجر السادس والعشرين من سبتمبر بميلاد الجمهورية. فإن كذلك الرابع عشر من أكتوبر يذكرنا باكتمال الفرحة واكتمال الحل وهي تحرير ربى الوطن من المستعمر الخارجي فهذا الرابط بين عبد الرب الشتادي في جميل. أكتوبر الأمجاد صعدت أرواحهما إلى الله سبحانه وتعالى نعم. ولا يزال الآن ما يهمنا في هذه القضية يعني الربط بين صرواح اليوم وصرواح أمس التاريخ يعيد نفسه والتركيبه الاجتماعيه في اليمن عندما نلاحظها هناك اشياء وسيناريوهات تتكرر دائما ولذلك كانت من الاخطاء في مسيرتنا في كثوره الحادي عشر من فبراير هي اننا التجانا الى الهلاميات والى الاحلام اكثر من تشخيصنا للواقع وستكون هناك جوله ثوريه نحقق فيها ما فاتنا في المرحله السابقه نعم. إذا أستاذ عارف يعني كنت ذكرت يعني في إحدى فقرات التشابه بأن اليمن تعد ولاده وسيأتي قادة جدد أشباه الشدادي وعلي عبد المنعم ولكن يعني نعم رغم أن اليمن ولاد القيادات التاريخية والرموز أيضا لماذا يعني هناك من نتسأل أنه لماذا تتوقف في مراحل مفصلية وحساسة يعني مثلا معضلة المشروع الوطني في اليمن أنه يخلق أو تخليق رمزيات محدودة تغيب وتغيب معها ايضا احلام الجماهير، ما رايك؟ فعلا نحن نعاني في اليمن من من مشكله مهمه وهي تغيب الذاكره نحن يعني كمجتمع كشعب كنخبه مثقفه والدوله هي صناع هي ثقافه ينتجها المجتمع، ثقافه الدوله في الاخير نحن اليوم بحاجه الى حراك ثقافي فكري يعيد لنا صياغا لنظريه سياسيه على الثوابت الوطنيه الجمعيه يعني لها امتداد الى تاريخنا الى امجادنا الى حضارتنا لنعيد هذه الذاكره الجمعيه فيخلد الابطال في هذا السياق لن نستطيع ان نخلد الابطال حين نخرجهم عن مشروعهم وعن امتدادهم كامتداد تاريخي للامجاد وللت وللحضاره وللتاريخ حين نتكلم عنهم كاشخاص لن يحتفي بهم احد لكن حين نتكلم عنهم كمحطات في تاريخ نضالنا العظيم فإننا سنتذكرهم باستمرار إن تخليد هذه الشخصيات وتخليد المبادئ وقيم النزاهة الجيش الوطني اليوم يسعي لأن يقيم كيانا عسكريا وطنيا نظيفا في مكت فيما يكترف بيديه وفي تعاملاته الداخلية قائم علي المؤسسية قائم علي المحاسبة قائم علي أنه يلتزم القوانين وينطلق من روح وطنية جامعة عبد الرب الشتادي حين كان في تعز ظنه الناس من تعز وحين انتقل إلى عمران حسبه أهل عمران وإلى اليوم أنه من عمران ما كنت أعرف في ثورة الحادي عشر من فبراير 2011 أنه ينتمي إلى مأرب كنت أظنه واحدا من ممن من مكونات المجتمع في صنعاء عندما كان في صنعاء وكان حاميا لساحة التغيير في صنعاء واليوم هو ابن مأرب هو ابن الأمجاد هو ابن اليمن كان يعيش روح اليمن كان يصنع من الناس المنحرفين في السلوك والمقصرين من من نبذهم المجتمع يستدعي رجولتهم وإنسانيتهم ومروءتهم فيصنع منهم أبطالا والقصص كثيرة أنا أعتذر من مقام هذا الشهيد العظيم ومقام الشهيد علي عبد المغني لأن نحن نتكلم عن يعني عن ما نستفيد وماذا ينبغي أن يكون لتخليد هذه الشخصيات ولسنا بصدد ان نذكر ماثرهم اننا اليوم حين نخلد هؤلاء الشهداء والشهداء بشكل عام كما يقال هم العمله النادره في التاريخ وياتون في المراحل التحويليه في تاريخ الامم وهم يعطون ولا ياخذون سمتهم العطاء هؤلاء كانوا من صنف العطاء لقد أعطوا وهناك في الوطن من يأتي بعدهم من السياسيين والإداريين يأخذون ويعطون والانتهازيون يأخذون ولا يعطون لكن نحن حراس على هذه الدماء وعلى هذه المكاسب هناك جيل كان عبد الرب الشتادي باستمرار وفي مقابلاته وبالمناسبة كنت أتابع لكم برنامج مقابلة مع الشهيد الشتادي رحمه الله <applause> وهو يتحدث عن الثوره ثوره الحادي عشر من فبراير ويقدم بعض النصائح والتوصيات كما كان علي عبد المغني هو الذراع العسكري لثوره السادس والعشرين من سبتمبر فان عبد الرب الشتادي كان هو الدرع العسكري والواقي لثوره الحادي عشر من فبراير ومات امينا وفيا لهذه المبادئ وثوار فبراير سيمشون على ما مشى عليه عبد الرب الشتادي. نعم. إذا أستاذ عارف يعني هناك من يقول أيضا أن الأبطال يذهبون فداء للمشروع عم. الوطني وللأسف يصعد الانتهازيون إلى السلطة ليعبثوا بأحلام الثوار. هل أنت مع هذا الطرح وأعتذر قلت الأستاذ عماد وأنت الأستاذ عمار تفضل. لا شك أن الانتهازيون ينتظرون في 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 زمن الحرب أو في زمن السلم هم انتهازيون الانتهاز يعني ينطلقون مجردين من مبادئ لكن دعونا لا نكثر الخوف من الانتهازيين بقدر ما نستدعي وضنية الوضنيين وهم الأكثر إن اليوم ما أصابنا ليس مقتصر على عطر رب الشتاتي فقط لقد وصل أذى الإنقلاب والإماميين الجدد إلى كل بيت وإلى كل قلب أصبح وجعا تنبض به القلوب كما تنبض بثواني الدقائق فاليوم نستدعي هذه الوطنيه وهذه الروح الجامحه في ان نناشد الجميع اننا حتى لا نغتال من هذه العصابه والاغتيال الذي نقصده اليوم الامامه تريد ان ترجع اليوم وترسخ ثقافه الامامه بمكتسبات الجمهوريه وهذا هو اخطر ما فيها اليوم المناهج الذي يراد لابنائنا دراستها أن يتكل أن يتعلموا عن الهالك حسين الحوذي وأمثاله من من قيادات العصابات المجرمين الذين لا زلنا نحتفظ بإجرامهم وجرائمهم يدرسون اليوم في المدارس بمعنى يجب أن يكون الملاذ الآمن لنا اليوم هو أن ننطلق من الذات أن نتجاوز يعني هناك في التاريخ شيء اسمه العقده اليزنيه وهي دائما نتكل على الخارج إن هذه البطولات التي صنعها عبد الرب الشتادي وعلي عبد المغني وثوار سبتمبر وصنعها كثير من القادة الذين سالم القضن وصادق مكرم الذي صنعها أحمد العصامي وزيد الحوري ونائف الجماعي وحميد التويتي وكثير من الأبطال والقيادات هذه البطولات هي التي تجعل لدينا حافز ودافع إلى أننا في طريقنا إلى النصر والعزة والكرامة اليوم المشروع الانقلابي عموماً والامام خصوصا وهو الذي يمثل العمود الفقري لهذا الانقلاب هو هو يكون حاله املاء للفراغ فراغ لماذا للمشروع الوطني المشروع الوطني الجامع الذي خذل من نخبته المثقفة ومن نخبته السياسيه اصبحنا في كل امورنا نتكل الى الخارج الخارج نحن لا يعني لا ننكر الجميل لاحد ونشكر كل من ساندنا ودعمنا وسندنا لكن يجب ان ننطلق اليوم ليكون لنا استحقاق في المستقبل من الهويه الحضاريه التاريخيه المستقله التي تنبع من الذات التي بها نحافظ على المكتسبات ونتجاوز الطبيعه الرخوه في اننا نحسن صناعه الانتصارات والمكتسبات والانجازات هذه الطبيعه الرخوه تاتي من ضعف تقديرنا لنفوسنا تاتي من ضعف ثقتنا بذاتنا اليوم يجب ان ننطلق من منطلقات ذاتيه مع اننا نقدر كل من وقف معنا هذا الموقف وساندنا انهم بجانبنا اليوم وفي الحاضر وفي التاريخ وفي المستقبل لن ننسى ادوار كل من اسهم معنا وكل من كان له دور لكن انا اليوم نستدعي هذه الروح التي تنبعث من الشخصيه اليمانيه الاعتباريه التي ترفض الضيم الذي تتمرد على الاستبداد على الطغيان التي تعشق الحريه كما يجيب عليها علي عبد المغني ما السعاده؟ قال السعاده هي الحريه نحن احرار كرام ابناء كرام ننتسب الى امجاد هذا ما ينبغي علينا ان ان يكون ان شاء الله نعم اذا اعود اليك استاذ عمار ولكن بعد ان ينضم الينا ايضا عبر الهاتف الاستاذ ثابت الاحمدي الكاتب والباحث من الرياض مساء الخير استاذ ثابت مساء الخير والخيرات اهلا وسهلا بكم وليالي سبتمبريه اكتوبريه جمهوريه عظيمه على الشعب اليمني في الداخل والخارجي ان شاء الله. علينا وعليكم استاذ ثابت اذا بدايه برايك ما هي دلاله استحضار رموز الجمهوريه في مثل هذا الوقت العصيب الذي تمر به اليمن؟ هؤلاء هم الشهداء الاحياء الذين شكلوا بنضالاتهم مصدر الهام لمناضلين اليوم الشعب اليمني منذ الخمسينيات منذ الستينيات وإلى اليوم لم ينسى الزبير لن ينسى, الزبيري، لن ينسى علي عبد المغني لأنه وجد فيهما ذاته وجد فيهما كينونته وجد انتماءه في, هاد... في مثل هذه الشخصيات التي عبرت عنه وعن حضارته وعن كينونته التاريخية ولا تزال تخلق هؤلاء الأبطال ومثلوا وجدانا وطنيا إلى اليوم وكثير من الشهداء وكثير من المناضلين اليوم يحتدون هذه الشخصيات العظيمة التي بذلت أرواحها غالية اليمنيون لن ينسوا يعني ثأرهم التاريخي اليمنيون لن ينسوا أو يتناسوا ما تحقق بالدم كل المكتسبات التي تحققت بالدم يتم حراستها اليوم بشخصيات أخرى في مسيرات نضالية جديدة تتكرر عبر الزمان ولن يعني وعلى الدوام وعلى الدوام ايضا المسيره مستمره لان الطغيان مستمر وكما ياتي الشيء من نقيضه فان مساله مقاومه الطغيان اذا ان تكف ما دام هناك طغيان وما دام هناك اعتداء. نعم، اذا ما هي ايضا اهميه حفظ الذاكره الجمهوريه وخاصه لهؤلاء يعني القاده المعروفون بنزاهتهم والذين يعدون مصدر الهام لكثير من من يعني يمشون على خطاهم. هؤلاء هم الوجدان الوطني، نستطيع أن نقول عنهم أنهم الوجدان الوطني الحقيقي الذين شكلوا أيقونة نضالية لدى جيل اليوم. جيل اليوم كما قلت لن ينسى هذه هذه الرموز أبداً، لن ينسى تلك الدماء التي سفحت في التي سفحت في برق. كانت أصدق يعني من كل الشخصيات اليمنية أصدق التي سطرت النضال عمليا على ارض الواقع وبالتالي لن ينساها الناس ولن ينساها الشعب لانها روح الشعب ووجدان الشعب ولانها ضمير الشعب المستمر ان شاء الله حتى ينتهي النضال وتنتصر الجمهوريه وينتصر سبتمبر وتنتصر اكتوبر. نعم لكن يعني تبدو المكتبه اليمنية يعني فقيره في مساله تخليد هؤلاء الشهداء يعني لا يكاد الباحث يجد يعني كتابا متكاملا عن سيره علي عبد المغني الا من مقالات هنا او هناك يعني هناك تساؤل لم تتعثر الذاكره قديما وحديثا ايضا ويخشى ايضا على رموز هذه يعني الثوره التي هي تعد ثوره اخرى ضد الامامه للاسف هذا الخلل حاصل فعلا ولانه كما تعرفين ويعرف المشاهد الكريم انه حصلت ثوره مضاده بعد ثوره 26 سبتمبر وبقى الصراع حوالي ثمان سنوات واكثر من ذلك، ايضا جزء كبير من جمهوريين الذين واصلوا المسيره لم يكونوا على مستوى الدور ولم يكونوا يعرفوا ما هي الجمهوريه وما هو سبتمبر ولم يقدروا تلك النضالات قدرها انشغل بعضهم يعني بالجمهورية ولكن على طريقة وبعضهم لم يكن متشربا ذلك النضال ومتشربا ذلك الروح فعلا لم يعطى على عبد المغني حق ولم يعطى الزبير حقه وغيرهم من المناضلين أيضا ظلموا كثيرا لأن الجمهوريون لم يواصلوا الدورة بنفس النفس بنفس النضال بنفس الوتيره التي كان عليها هؤلاء حصلت انحرافات وحصلت ثوره مضاده لكن ومع هذا كله فجيل اليوم على العكس من ذلك آه عاد بنفس الوتيرة وبنفس الروح الوهاجة الروح الثورية التي حملها الثوريين الأوائل نحن اليوم احتفلنا بسبتمبر بصورة لم يحتفل بها السبتمبريون منذ خمسين سنة ما على الإطلاق يعني احتفال مميز استثنائي تاريخي لم يكن منذ, خمسين منذ خمسة وخمسين عاما على الإطلاق نعم إذا شكرا جزيلا لك ثابت الأحمدي الكاتب الباحث كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وعودة أخيرة لك أستاذ عمار يعني كونك باحث في التاريخ وفي مراجعة لجولات الصراع الإمامي الجمهوري من علي عبد المغني إلى الشدادي في دقيقة إن تكرمت ما هي أبرز الحلقات المفقودة لكي لا تتعثر الجمهورية من جديد؟ أه أبرز الحلقات المفقودة اليوم كما ذكرنا سالفا أن أننا حين نتذكر عن هؤلاء العظماء يجب أن نذكرهم في سياق المشروع الوطني الذي ننشده من انطلاقنا من انطلاق من الانطلاق الذاتي لنا واستدعاء هويتنا الحضارية الخاصة بنا كيمنيين عبد الرب الشتادي وعلي عبد المغني يمثلان الجيش نحن أتينا من قبل الجيش عندما استشهد الشهيد حميد القشيبي كان إذانا بسقوط صنعاء وسقوط الجمهورية وزقود وسقوط المؤسسات وخروج الأحرار وكان ما استدعى عبد الرب الشتادي لتصبح المنطقة العسكرية الثالثة امتداد لأمجادنا وتاريخنا وكانت قلعة شامخة تهاوت كل القلاع وهي أصبحت راسخة ولذلك حين نتحدث عن نشأة الجيش الوطني لا نعني به التكوين الهيكلي من بداية الرأس بقدر ما نعني به النواة التي احتفظت بهذا المجد وبهذا التاريخ وهي وكانت المنطقة العسكرية الثالثة وعلى رأسها الشهيد عبد الرب الشتادي الجيش الحلقة المفقودة التي يجب أن تحضر اليوم هو أننا نستدعي معايير المؤسسية والوطنية والبعد عن المفاهيم والأفكار والثقافه الجهويه والعنصريه والعصبويه التي هي بعباره بمثابه كنابل موقوته للمستقبل. اليوم يجب ان ننتمي الى اليمن ونحن نعد الجيش الوطني وهو ما يكون اليوم ولكننا نتكلم هذا الكلام ونطلقه للتحذيرات. الجيش الوطني اليوم اولئك الذين حفظوا لنا نواه الجمهوريه من العسكريين ومن انضم من المقاومه هم يمثلون اليوم وهج الجمهوريه. وهم المعول عليهم أن يخرجونا من هذا المأزق بإذن الله سبحانه وتعالى النقطة نعم. الأخرى حين نتحدث عن هذه الأمور وهي مسألة أن هذا الجيش يجب أن يعرف له خصوصيته هو جيش اليوم مما نراه أنه يمثل الشعب ولا يمثل الأشخاص لا تديره عوائل ولا أسر اليوم الجيش الوطني يمثل بيأنه... كل أبناء الوطن نعم كل يعني كما وصفته انت كل ابناء الوطن فالواجب يجب ان نحفظ ان نحافظ على صموده وان ندعم بناءه لانه لا زال هو هو يبني ويقاوم نعم اذا هو يدافع وفي الوقت نفسه يبني ويهيكل ويعد الخطط خطط البناء وخطط الدفاع وفي زمن قياسي واولئك الذين يتعجلون اليوم الجيش الوطني نعم شكرا في لك في استاذ سنين معدوده سنتين نعم أختم أعتقد... بهذه الكلمة لا. لأنه بعد استشهاد علي عبد المغني مكثت الجمهورية السبع سنوات لا أظن أننا سنصل إلى السبع سنوات وقريبا ستحسم المعركة ويكون الجيش حامل المشروع نزل... الوطني لا. الجامع الذي نعيش فيه كيمنيين بإذن الله سبحانه وتعالى اذا عمار صالح التام وشكرا للمشاهدين والسلام عليكم وشكرا ورحمة لك عمار صالح التام الباحث في التاريخ كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لن ألتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعاية الله وأمنه